لا تكاد اللقاءات والمبادرات بخصوص اليمن تتوقف حتى تبدأ من جديد، زيارات وجولات مكوكية ولقاءات علنية وأخرى تحت الطاولة. في الوقت الذي اعتبر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن الميليشيا الإنقلابية لم ترسل أي إشارات لليمنيين أو المجتمع الدولي بأنها ستقبل بالحلول السلمية لحل الأزمة اليمنية أو أنها على استعداد لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، أعلن البيت الأبيض عن مقترحات قدمها مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس شانون لوفد الإنقلابيين في مسقط للوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية. لقاء شانون بوفد الإنقلابيين تم برعاية من مسقط التي تعد الرئة التي يتنفس من خلالها الحوثيون ويطلون من مطاراتها على العالم، وتلعب دورا سياسيا لصالح الحوثيين بالوكالة والنيابة عن طهران في تقديم الدعم اللوجستي. النقاط التي طرحت خلال اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بحسب تصريحات أمريكية كان يفترض أن يحملها الوفد إلى صنعاء في الرحلة التي تم إلغاؤها من قبل التحالف في وقت سابق اليوم. الصراع على الأرض في اليمن يبدو أكثر تعقيدا وخطرا على المنطقة، وهو ما كشفت عنه تحركات الأطراف الدولية خلال الفترة الماضية وتداخل أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين، وهو ما كشفت عنه الرسالة السعودية لمجلس الأمن بشأن اعتراضاتها على تنامي الدور الإيراني في الأزمة اليمنية وتزويدها للميليشيا الحوثية بأسلحة متطورة وصواريخ حرارية. في كل هذه التفاصيل تبدو اليمن كرقعة شطرنج تتقاتل فيها كافة الأطراف بمختلف الأسلحة، ووحدهم اليمنيون يسقطون مضرجين بدمائهم. تحظر اليمن كمشكلة هامشية على أجندة الصراعات الدولية، وتغيب عن الترتيبات الحقيقية لوقف النزيف الدائري منذ ما يقارب عامين، وكافة المؤشرات تؤكد أن دائرة الحلول ما زالت أكثر ضيقا من أي فترة مضت، وأن الارتباك ما زال سيد الموقف ما لم تحصل معجزة قريبة.